رغم تراجع مستوى الذوق الموسيقي بمجتمعنا بشكل عام ودخول أشخاص غير كفؤين إلى مجال الموسيقى والغناء، بعدنا بنشوف مبادرات من أسماء استثنائية عم ترفع سقف تطلعاتنا لتحسين الذوق المجتمعي بموسيقتهم الراقية وفنهم القيم. وجدي أبو دياب أحد هالوجوه المبدعة اللي رح يكون معنا اليوم ليخبرنا أكثر عن آخر مبادرة لإله. أهلا وسهلا فيك معنا وجدي، اهلا وسهلا فيك، نورنا دايما. شكرا على المقدمة الحلوة. عندك ما بنح ما حكينا إلا قليل، مثل ما بنعرف وجدي آخر مبادراتك أكيد رح أترك لك الهوا لتعرفنا عنها، اللي هي Lebanese Living Composers. عرفنا وعرف المشاهدين أكثر عنها. اللبنانيز ليفينج كومبوزر هو بلاتفورم موحد لكل المؤلفين اللبنانيين. هذا الشيء كان ناقص عنا بالبلد، ما في محل نقدر نحن نتعرف فيه على الناس اللي بتكتب موسيقى، مثل ما قلت الموسيقى الميوزيك سافونت بنسميها. ما في محل يكونوا مجموعين بمحل واحد نقدر نتعرف عليهم، يكون عم نتعرف على الانماط الموسيقيه اللي بيكتبوها والنوع الموسيقى اللي بيعملوها. اللبنانيز ليفينج كومبوزر الهدف الاساسي منها هي انه تجمع هودي المؤلفين، اي حدا ليفينج كومبوزر بمعنى الموسيقيين المعاصرين اللي بعدهم عايشين وبيكتبوا موسيقى، بغض النظر عن خلفيات الموسيقى اللي بيكتبوها. الهدف منا جمعهم بمحل واحد، يشكل بورتفوليو موحد للوطن، اي حدا بحب يتعرف على موسيقى لبنان يقدر يفوت عليه ويشوف. الهدف الثاني من هذه المبادرة هي نخلق نحن محل للموسيقيين اللي عم يدرسوا تأليف موسيقى يقدروا يفوتوا يشوفوا الأعمال للبنانيين ويستفيدوا منها أكاديميا، نعم. وبنفس الوقت نعمل كونكشن أو مثل ما اسمها هي قناة، خانات توصل بين المؤلفين وموسيقتهم وبين العالم بتحب تسمع هذه الموسيقى، بين الفستيفالز، بين البروديوسرز وبين الموسيقيين بحد بين بعض، اللي مثل ما بنعرف باخر فتره فتره الكوفيد وفتره الحجر صار في تباعد كتير، وعاده بنتواصل مع بعض نحن من خلال الحفلات من خلال النشاطات. توقف هذه النشاطات خلق مثل فجوه كبيره بين المؤلفين نعم. بعضهم، فهيدي بتساهم بانه يرجعوا يلتقوا مع بعض، يعملوا كولابوريشن، كله عبر هذه القناة. نعم، قديش كانت نسبة الإقبال وجدي وكيف كانت البروسيس؟ يعني بنعرف التجميع بده وقت وممكن واجهت العديد من الصعوبات، خاصة إنه العديد من المؤلفين اللبنانيين كمان منتشرين بأنحاء العالم، إذا بتخبرنا شوي عن البروسيس كيف تمت؟ مظبوط، الفكرة انه اغلب المؤلفين اللبنانيين بعد هيدي الازمة صاروا برات البلد. صحيح. القصة بلشت بانه نحن عملنا نوع ما البلاتفورم، حضرنا كل شيء ونزلنا كول مثل دعوة لكل المؤلفين اللي بنعرفهم بالشخصي، طبعا بعتنا لهم بالشخصي، اللي ما بنعرفهم او طبيعي ما بنقدر نعرف الكل، نشرنا على السوشيال ميديا ومن خلال الاصدقاء المشتركين، وفي ابلكيشن محدد كانوا عم بيقدموا عليها، بيبعتوا لنا النوت تبعهم والموسيقى ومعلومات عنهم واي شيء هن بيحبوا يحطوه على هيدي التشانل ويعبروا عنهم. المهم بهذه المبادره انه بتقدم المؤلف مثل ما هو بده، يعني القصص اللي هو بحب يذكرهم بنحطهم، القصص اللي هو بحب يفرجي العالم عليهم نحن بنحطهم، ما عندنا اي شروط لشو يحط. الاقبال كتير كبير طبعا. هل كان التعاون إيجابي؟ طبعا نعم. هو كان في كذا محاولة قبل لا ينعمل هيدا الشيء، بس عن طريق اتحاد مؤلفين، عن طريق تجمع للمؤلفين بسبب ظروف البلد وهي القصص اللي بدها المتابعة، يعني ما نجح الموضوع فعليا. فهيدي كانت أول محاولة لهلا ناجحة الحمد لله، إنه نقدر نجمعهم بمحل واحد، وكان الإقبال كتير حلو لأنه الكل بحاجة لهيدا الشيء، إن كان بسبب التواصل إن كان بسبب ضعف البعض على السوشيال ميديا، وفي كتير مؤلفين ما عندهم وجود على إن كان على اليوتيوب على الفيسبوك أو على الإنستغرام، وهالأيام هيدا شيء كتير ضروري لأي حدا مؤلف. نعم. وجد، على سيرة اتحاد المؤلفين، تعرف بغير دول بيكون في العديد من الاتحادات إذا فينا نقول اللي بتجمع تحت سقفها المؤلفين الموسيقيين. بلبنان للأسف في غياب لهذا الاتحاد، فقديش أهمية مبادرتك، مبادرة المؤلفين اليوم بجمع كل المؤلفين اللبنانيين بلبنان وحول العالم؟ مظبوط، يعني هذا الشيء ناقص عنا، في حق علينا كمؤلفين، طبعا في حق على المؤسسات الرسمية اللي مش متابعة الموضوع.
بغير بلدان بعتقد اغلب البلدان فيها شيء اللي خصو بالمؤلفين، اللي هو باي مؤلف بيسجل فيه او اي نشاط بيصير بالبلد او اي فرصه بتصير بينعرض على الكل. وهو اللي بينجح هذه المهرجانات هي انه المشاركه بين كل المؤلفين، يكونوا عم يعملوا كولابوريشن بين بعض يقدروا يعملوا الاعمال الضخمه. هالمبادره هي الخطوه الاولى طبعا. هي اول شيء اكتشفنا من عنا موسيقيين، هذا اهم شيء. في كتير مؤلفين عايشين برات لبنان واصلين للعالميه بس ببلدهم ما بنعرفهم. للأسف هذا الشيء كتير مهم انه نحن قدرنا نوصل لهم، عم نعرف البلد هون عليهم، وبنفس الوقت عم نعرف الناس اللي عايشين بالبلد على النشاطات اللي بتصير برا. كيف كان التفاعل مع الأشخاص والمواطنين؟ لهلا كتير حلو، في متابعين كتير للقناة صاروا عم بينتروا كل اسبوع تيتعرفوا على خصوصي بالمجتمع الموسيقي فعليا، ان كان الموسيقيين المحترفين، الاساتذه الموسيقى، او حتى الناس اللي بيهتموا بالنشاطات الثقافيه واللي بينظموا المهرجانات. ناطرين كل اسبوع نحن بنحكي عن مؤلف، بنستضيفه، بننزل له موسيقته فعليا. رح نشوف نحن هلا سمول فيديو عن المبادرة. يعني وجدة مثل ما كنت عم بتقول كل أسبوع بيتم توزيع عدد معين من المؤلفين وبيتم نشرهم على التشانل 12 مزبوط مؤلف بعتقد. مزبوط، أول سيزن هو 12 مؤلف، هذا شفناه كان الكول لأول سيزن، الإعلان عن أول سيزن. نعم العدد كتير كبير، في حنا بحدود 50 ل 60 مؤلف صار. فعم ننزلهم مقسمينهم لأربعة أو خمسة سيزن، كل سيزون عم بيكون في 12 مؤلف. بنستضيف كل اسبوع مؤلف بانه ننزل له قطعتين من اعماله. طبعا هو اللي بيكون المشرف عليهم، وهو اللي بيكون الكوبي رايتس بتضلها له، بضل يستفيد منهم. وبهالطريقه بنكون عم ننزلهم شوي شوي تتلحق العالم تتعمق فيهم. اذا بننزل يمكن دفعه واحده حيصير العالم تضيع هون وهون، هيك احلى نقدمهم واحد واحد، بصير كل اسبوع بيقدر يشوفه. واللينك بالديسكريبشن تبع الفيديو عم بيكون في الويب سايت تبع المؤلف، السوشيال ميديا، لينكات لقطع تاني لإله اللي بحب يفوت يشوف شو بيعمل هذا المؤلف، اذا جديد عليه بيقدر يشوف. باول سيزون كان في عنا عدد كتير كبير من المؤلفين، نصهم بلبنان ونصهم برا. كلهم عندهم كونكشن مع الوطن، الا يمكن اثنين او ثلاثه صار لهم فتره كثير ما اجوا على البلد. انا كثير كنت مبسوط انه عم بتعرف عليهم، وفي كثير ناس تفاجات انه في عندنا هذه النوعيه من الموسيقى والكواليتي العاليه، واعمالهم عن جد منتشره بكل العالم. ان شاء الله بالسيزون الثاني كمان نقدر نكفي مع الكل ونوصل لاكبر عدد، يعني ما نكون نسينا حدا. نعم، بما انه حكينا بالمقدمه وجدي عن الذوق الموسيقي، هل تعتقد انه مبادره Lebanese Living Composers رح تكون عم بتساهم بتحسين الذوق العام؟ اكيد، بطريقه مباشره وغير مباشره. نعم. اول شيء بالطريقه المباشره انه نحن عم نسمع العالم الموسيقى المضبوطه، ومش بس الموسيقى الكلاسيكيه، في عندنا مؤلفين يعني شهادتنا مجروحه فيهم مثل ما بيقولوا، بيكتبوا موسيقى كلاسيكيه، بيكتبوا موسيقى الجاز، بيكتبوا موسيقى عربيه بحت عربيه، بيكتبوا موسيقى ده فيلم، بكل الانواع في عندنا مؤلفين عظيمين. هودي عم يوصلوا للعالم وعم يعرفوا انه بهيدا النوع الموسيقى في هيدا المستوى من الكتابه وهيدا المستوى من الاداء اذا بدك. وبطريقه غير مباشره انه نحن عم نعطي مجال، مش عم نعطي مجال بمعنى نفسح نعطي فرصه، بس عم نعطي مجال كمان للبروديوسرز للفستيفالز انهم يعرفوا شو في عنا تيقدروا يحكوا الناس الصح. صحيح. في مرات كتير ناس بتكون بهمها تبادر بشيء ثقافي حلو بس ما بتعرف لعن مين تروح، فبتحكي اللي بيطلع اللي بتحس انه هي افضل، بس لما يكون ما في ناس تقيم صح بيكون الهدف يمكن مزبوط بس نوصل لنتيجه شوي يعني غريبه. لهون بكون وصلت اهميه Lebanese Living Composers بنشر التوعيه وتعريف الناس وكل الاشخاص اللي بالمجال الموسيقي، كمان اذا بيوم من الايام كمان كانوا بحاجه لكومبوزر.
كمان على سيرة التعريف والتواصل بين الشخص اللي بعالم الموسيقى والكومبوزرز، هل راح نشوف هالمبادرة خارج إطار السوشيال ميديا عم تمتد مثلا لإيفنتات واقعية عم تقدموها للجمهور؟ أكيد هذا يعني هو الهدف بالنهاية، نسمع موسيقى جديدة، نسمع موسيقى برات السوشيال ميديا. بالرغم من أن الوجود على السوشيال ميديا شيء كتير مهم، الأعمال اللي عم تقدم هلأ هي أعمال أصلا مكتوبة ومسجلة. يعني هذا الشيء بيجي لحاله وقت يصير هاي الكونكشن موجودة بين الفيستيفالز وبين الكومبوزر، بين الكومبوزر بين بعض بحد ذاتهم، يعملوا كولابوريشن سوا. الشيء الطبيعي انه ينتج عنا حفلات وايفنتس، وان شاء الله بعد اول سيزون نقدر نعمل شيء يجمع المؤلفين تبع اول سيزون، وبكل سيزون حيكون في متابعه لهالشيء. والنشاط بعد يعني نحن اكبر من هيك، كمرحله اولى نحن عم نقدمهم لهودي الكومبوزرز، بعدين حنكون عم نعمل ويب سايت خصوصي لهم، نغطي الايفنتس تبعهم، نغطي الحفلات تبعهم، نعمل يمكن مقابلات معهم، ونكون عم نخلق فرص لهذه الموسيقى انها تنتشر اكثر، وانها تكون لها وجودها وتكون مقرشفه بطريقه مضبوطه كمان. بنهاية حلقتنا، بعد خبرتك الطويلة بمجال الموسيقى، برأيك هل بيستطيع اللبناني أنه يختار الفن الجيد ويستبعد الفن الهابط؟ هلا أو على اكيد الطريق؟ اكيد في قصص بتساعد. نعم. بالنهايه اللي بيسمع موسيقى بحب الموسيقى، الموجود قدامه بيسمعه، بالنهاية في ذوق معين طبعا. برجع يعني في شيء بقوله دايما انه لكل مناسبة في الموسيقى تبعها. تنقدر نسمع هذه الموسيقى لازم نكون شوي منفتحين على نسمع قصص جديدة، بدنا نطلع شوي من الذوق العام الماشي كل الوقت، اللي هي فعليا محاصرين نحن بالموسيقى التجارية. يعني وين ما تروحي بالبيت، على التي في، بالسيارة، نعم، في شيء هيك بتحسي حاطينك بالنص، عم بيسمعوكي كل الوقت الموسيقى اللي صحيح بدهم صحيح اياها. صحيح. بدها جهد شوي من اللي بحب يسمع انه يكتشف، وطالما عم بيصير في هيك مبادرات و في توعي. ايه ما حيكون صعب يوصل للموسيقى الحلوة اللي فعليا بتساهم بالرقي اكثر ما بتساهم بوجع الراس يمكن. نعم وجدي، بنهاية حلقتنا بنعرف انه مبادراتك كتير، اسمها مبادرة Lebanese Living Composers، هي واحدة من العديد من النشاطات الموسيقية اللي بتعملها، اذا بتخبرنا كمان سريعا عن نشاطاتك المستقبلية. هلا على المبادرات، في مبادره كنا نحن حكينا عنها قبل، هي تعليم الموسيقى اونلاين، الفري ميوزك اديوكيشن فور اول، حيبلش السيزون 2 قريبا جدا، وحتكون على نفس التشانل بنفس التتابع. وفي عنا كمان مشروع كتير مميز، حيكون الاطلاق تبعه نهار الخميس ب 9 الشهر بالمركز الثقافي الروسي، البوم دعوه موت الى العشاء، والبوم اول مره بيجمع الغنى العربي مع الستيل الاوبرا مع البيانو. حيكون شيء مثل عم نقدم ستيل جديد بالموسيقى الكلاسيكيه او بالموسيقى العربيه، وبتمنى من كل المهتمين يكونوا عم بيتابعوا هذا المشروع، لانه خصوصي الناس اللي بتتعاطى بالتاليف واللي بتتعاطى بالغنى، اللي بيغنوا اوبرا او اللي بيغنوا شرقي، هذا مشروع لازم الكل يكون على اطلاع معه لنقدر نطور هذه الافكار كمان ونوصل لمحل حلو بالموسيقى على العربية. أمل. وجدي، أنا بدي أقول لك يعطيك ألف عافية على مبادرتك الدائمة ونشاطك المستمر، إن شاء الله أكيد بتضل بهيدي الهمة لأنه ما في شيء بيوقفك، وأكيد شرفتنا اليوم. إلي الشرف، وميرسي لاستضافتك. شكرا لك. مشاهدينا، موعدنا مكفي معكم بس بعد الفاصل.